ناقش مجلس الشعب تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 والتوصيات الواردة بشأنه. وتضمن التقرير عددا من التوصيات، منها تعديل نظام العقود رقم 51 لعام 2004 أو إجراء التعديلات على بعض مواده التي تؤثر بشكل أساسي في عمليات التوريد بما يتناسب مع الظروف الحالية، أو إصدار ملحق يعمل به لفترة محددة. حققت المؤسسة العامة للمناطق الحرة زيادة في إيراداتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي بنسبة قدرها 145% عن الفترة ذاتها من العام السابق. وأظهر تقرير حول المؤشرات المادية للعمل الاستثماري في المناطق الحرة أن الإيرادات الإجمالية بلغت حتى نهاية الشهر الماضي 58 ملياراً و884 مليون ليرة سورية، كما ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية لأكثر من 62 مليار جراء وضع البضائع والآليات الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي داخل القطر. نددت الرئاسة الفلسطينية باستمرار حكومة الكيان الإسرائيلي بحجز أموال مقاصة، وصفة ذلك بأنه قرصنة وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني بأكمله. وأشارت الرئاسة إلى أن استمرار ذلك له تبعات خطيرة على الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية إلى القطاعات وتحديدا قطاع الصحة، مؤكدة أن قرار اقتطاع الأموال المخصصة لغزة بمثابة جريمة الحرب. طرحت وزارة المالية في الكيان الإسرائيلي سندات للاكتتاب العام بقيمة 4.4 مليار شيكل في السوق لتمويل الحرب على قطاع غزة، ويعد هذا الطرح الأسبوعي الأكبر على الإطلاق ويشمل جميع البنوك الكبرى الأجنبية والإسرائيلية، وذلك في محاولة للسيطرة على العجز المتفاقم في الموازنة والناتج عن تمويل الحرب. فرضت الحكومة الروسية حظرا مؤقتا على تصدير القمح الصلب في خطوة لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية، ويستثنى من القرار الإمدادات المخصصة لتقديم مساعدات إنسانية دولية والإمدادات من روسيا إلى أبخازيا وأوسيتا الجنوبية، كما يسمح بتصدير القمح الصلب إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ضمن حصص محددة تضعها الحكومة الروسية. استأنفت هولندا شراء الغاز المسال من روسيا بعد انقطاع 3 أشهر رغم محاولة التخلص التدريجي من الاعتماد على حوامل الطاقة الروسية وعقوبات الغرب ضد روسيا. وأفادت تقارير بأن هولندا اشترت أكثر من 200 مليون متر مكعب من الغاز الروسي في أيلول 2023 بقيمة 109 ملايين يورو.